نحن اليوم بمحل كتير حلو اسمه ماشيري اكسسوارز. مثل ما شايفين سألوني الناس عنك يا حبيبي، كلمة غنية كلنا بنعرفها، حطوها على حلق وصار الديزاين. ورح نقابل صاحبة المحل لتخبرنا أكثر عن الموضوع. هاي ألسي، كيفك؟ موجود، أنا منيحة. اليوم أنت عندك أشياء كتير أوريجينال وحلوين وأسامي وهيك، من وين إجت الفكرة؟ اجت الفكرة انه الاكسسوارز تبعنا هو بتطلعي شوي من القصص اللي كتير عم تتكرر بالمجتمع، في قصص كتير عم تنعيد كلهم عم بيلبسوا مثل بعض، فنحن قررنا نحكي قصص ثرو اور اكسسوارز. هيدي فكرتك ولا فكرة حدا؟ فكرتي انا، بلشتها هوبي وبعدين بلشوا يحبوها وصارت اليوم عندنا مشاريع اكثر. طب خبريني شوي عن الحلقات، يعني قلتي لي في منهم بلاكي اور، في منهم لا، شو البادجت؟ اوكي، الحلقة تبعنا اول شيء اتس فيري افوردبل، لانه نحن الكونسبت انه انت تلبسي المساج اللي بتحبيه او تقولي الشيء اللي بتحبيه وتعبري عن حالك بلا ما تدفعي فورتشن او تكوني مثل كل المجتمع ومثل كل هيدا. في عنا قصص اكيد بيرتفع سعرها حسب الماتيريال، في عنا اشياء مغطسه ذهب، وفي عنا اشياء مع ستونز شواروفسكي او عادي، ببلشوا من $15 وبيوصلوا ماكسيموم ل $45 الحلقة. ومين اكثر ناس عم بيلاقوا عم بتحس انه بحبوا هيدا الستايل؟ محبين الموضه اكيد، لانه هن شوي فاشنبل. هلا اكيد عندنا نحن كثير كاتيجوري، في عندك القصص للعالم يلي كثير فانكي، فيك تقولي كلمات مثل مثلا تبا او هيك قصص كثير فانكي، في عندك قصص لامور كلاسي مثلا انا حاطه جود فايبز اونلي، اتس كلاسي كثير سمر، بتحسي بالسمر. في عندك قصص مثل تشوكرز فور برايدل مثلا، هيدا مكتوب عليه اي دو، سو بيتعددوا المساجات، وكل ما يتعددوا بيتعدد التارجت تبع العالم اللي بحبوا يلبسوا من عنا. اوكي، ألسي انا صاحبتي شخصيا يلي هي شيز ا فيمس جيرل، جوال فضول لابسه، مين كمان من السليبرتيز هن زبوناتك؟ في كثير من السليبرتيز بحبوا يشتروا من عنا، وخصوصا انها صارت كثير ترند، من التيم تبعكم في كثير سوايا بيشتروا من عنا. وين محلك؟ نحن المحل وير اونلاين ومنعطي بكونسبت ستورز، وي هاف اور شوب بشمال لبنان، وعم نجرب نتوسع اكثر، واكيد اونلاين هو اهين شيء. صاروا يعني انت بتعملي فكرتك بتحطي اسمك او صورتك وبنقدر نحن نودي لك اياهم، وكل الاكزبيشنز نحن موجودين، سو ما بيضيعونا. الدليفري بلبنان؟ بقلب لبنان ولا برا، حتى في عنا مراكز بيع بكل الدول العربيه تقريبا.